النهاردة عندنا فيديو جديد وموضوع جديد عن إثبات سحب الموقع مينيكيو. إثبات سحب النهاردة هيكون إن شاء الله بقيمة 5 روبل. طبعا الموقع ادانا بونص على آخر فيديو 5 روبل هنقوم بسحبه قدامكم. طبعا يا شباب أنا بقول لكم أهو من دلوقتي محدش تستثمر في الموقع ده، الموقع نصاب، لكن لو أنت عندك قناة على اليوتيوب أنصحك جدا يعني إنك تستثمر في الموقع. تمام، هندوس كده زي ما انتوا شايفين، هنكتب هنا، هنختار محفظة البريد. اسكت يا عم مش عايزين نتكلم. هنعمل كده صح، تمام، هيقول لك withdraw is completed. هنعمل كده وزي ما انتوا شايفين يا شباب 4.95 سنت او يعني 5 روبل. فزي ما انا بقول لكم ما تفضلوش في الموقع، لكن الموقع صادق من ناحية انه يدفع البونص وبيعمله زي ما انتوا شايفين. فادي سحبات الموقع وشغال اول باول من البونص اهو 5.6 5 5.10 سنت 5. فالموقع صادق يا شباب من ناحية البونص. فده كان الفيديو وان شاء الله يعني اعجبكم. في موقع استثمار قريب هينزل لكم يعني، وموقع تعدين. ف مع السلامة.